احنا الذي برفقتكم مشاهدين اهتماما بالمشاهد في كل جوانب الحياة. ابتدرنا سلسلة فقرات لعافية المشاهد الكريم ويأخذ الحيطة والحذر لكثير من الأمراض. من الضروري مشاهدينا في صباحاتنا الذي نتعرف على العلاج الطبيعي ومدى أهميته. مرات كثيرة في أمراض بتصحص عليها العلاج بالأساليب العلمية الحديثة من عقاقير طبية وهكذا، لذلك بيلجأوا للعلاج الطبيعي لتسهيل عملية التشافي. في الفترة الأخيرة بقى العلاج الطبيعي يأخذ جوانب مختلفة، ما فقط على حكرا على التدليك وأخذ التمارين اللازمة، لذلك دخلت فيه تقنيات حديثة في الفترة الأخيرة وأساليب مختلفة. إليكم أبرز هذه التقنيات عبر صباح الشروق من خلال فقرة عافية مشاهدي. نتحدث عن أمراض العلاج الطبيعي في حالة النساء والتوليد. معظم النساء بتحصل لهم مشاكل معينة، فبيضطروا يعني يرجعوا للعلاج الطبيعي، وبيجي عنده دور مهم جدا جدا في بعض الأمراض وبعض الحالات. إذا جينا مثلا دور العلاج الطبيعي في حالات السلس البولي أو في حالات هبوط الرحم أو المثانة، الحالتين دي بيتشابهوا كثير في إنهم المشكلة الأساسية ضعف عضلات قاع الحوض. بالنسبة لنا ضعف عضلات قاع الحوض هي عضلة زي أي عضلة في الجسم، لكن تحتاج تنشيط معين وعلاج بطريقة معينة. المريضة الأول ما نستقبل المريضة عندنا في المجمع، فبنبدأ بعلاجها من ناحية جزئين. العلاج الأولي أو التوعوي الأولي بأنها في تمارين علاجية معينة هتتعمل بصورة معينة وتحفظ المريضة وتحاول تكررها في البيت بصورة منتظمة. في جهاز معين اسمه انترفرنشال كارنت او تيارات كهربائيه بتقوي عضلات قاع الحوض، بتضع في منطقه معينه اسفل البطن والارجل بالنسبه للسيده لمده 30 دقيقه او اكثر. اذا كان مصاحب مع ضعف عضلات الحوض، التهاب في الحوض او اي الام معينه، عندنا جهاز الشورت ويف، وهو جهاز بيقلل من نمو البكتيريا والفيروسات داخل الحوض ويقلل من الالتصاقات، وبالتالي حيكون أخذت جرعة معينة من جهازين بيقوي العضلات وبيقلل الالتهابات، وفي نفس الوقت التمارين العلاجية بتقوي لنا عضلات قاع الحوض، فبالتالي حيبدأ يقل تسرب البول بصورة ظاهرة بالنسبة للسيدة. وإذا كان في هبوط الرحم اللي هي بتحس بأنه في تقل زايد في منطقة الحوض، أو هي السيدة بتشرح بطريقة معينة إحنا بنحاول نفهمها منها، هتبدأ الأعراض تقل معاها شوية شوية. دائما الجلسات بتبدأ من 6 جلسات إلى 12 جلسة، وفي حالة التدلي الزائد ممكن تصل معانا لحد 24 جلسة. بالنسبة لهبوط الرحم ذاته درجات، بالنسبة لنا الدرجة الأولى والثانية ممكن تدخل معانا في العلاج الطبيعي، أما الدرجة الثالثة لهبوط الرحم ده بعدها يعني إلا يكون في التدخل من ناحية طبيب النساء والتوليد بإجراء عملية معينة، وبالنسبة لنا في العلاج الطبيعي ما عندنا دور مهم. دورنا بالنسبة للحالتين الأولى والثانية في تقوية عضلات قاع الحوض بتمارين معينة تأخذها السيدة وتقوم بتنفيذها، ونتابع معها على هيئة معاينات أو فولو أب. بالنسبة لنا كل فترة بتجي تورينا هي عملت شنو، وصلنا لأي مرحلة. في حالات أخرى بنسميها انقفال قنوات فالوب، انقفال قنوات فالوب بيقلل من انه حصول الحمل بالنسبة للسيدة، بيشكل لنا مشكلة كبيرة جدا جدا. ف 75% من الدراسات اثبتت انه موجات القصيرة او الشورت ويف ادت لنتائج مرضية بالنسبة للسيدات في فتح انابيب قنوات فالوب. فالجرعة العلاجية بتكون جهاز الشورت ويف على هيئة 30 دقيقة بالنسبة لنا ل 24، من 18 ل 24 جلسة. المريضة تتلقى عندنا بمجمع سفانة للعلاج الطبيعي، وبعدها بيكون في تمارين معينة لتقليل الالتصاقات دي. وأغلب السيدات بعد كده يعني من خلال متابعتنا لهم وصلوا لمراحل معينة من الشفاء، والحمد لله تم الحمل بصورة طبيعية. فده دور العلاج الطبيعي من الناحية دي. في بعض الأمراض تانية بتختص بزيادة الوزن مثلا زي تكيس المبايض، ده أهم حاجة إنه لازم تكون المريضة عندها الوعي الكامل بإنه لازم ينقص الوزن
بتاعها بانها تتخذ حميه غذائيه مناسبه بالنسبه لها. بعد الحميه الغذائيه بيدخل دور الايروبيك اكسرسايز او التمارين العلاجيه اللي هي احنا بنقوم عليها هنا في المجمع. التمارين دي بتقلل من كميه الدهون في حول البطن، بتزيد من الاكسجين داخل الجسم، فبالتالي بيقل وزن السيده وبيقل لنا هرمونات اللي بتاثر على الحمل، وبالتالي حتكون بصحه جيده في انه يقل تكيس المبايض. طبعا الكلام ده كله باشراف اصلا الدكتوره النساء والتوليد، هي اللي بترسل لنا المرضى وبنتابع معاها نحن بالنتائج ان شاء الله. ايضا في بعض الحالات بنقول عليها المنوبوز او السيدات ما بعد عمر 50 او انقطاع الطمس، فبيكون في ضعف عام في الجسم وقله حركه والام في المفاصل نتيجه لقله مثلا ترسب الكالسيوم والفيتامينات في الجسم. فاحنا بالنسبه لنا دورنا في العلاج الطبيعي انه يكون في تمارين معينه تتاخذ للسيده من حيث انها تقوي العضلات، تساعد على ان وزنها يكون نازل على ارجلها بصوره معينه من تمارين اسمها الويت بيرينج او التمارين اللازم تعمل المريضه وهي على وزنها او هي واقفه على ارجلها، فبالتالي بيعزز لنا من قوه الجسم، بيعزز من سريان الدوره الدمويه في الجسم، يكون في قوه في العضلات، وبالتالي السيده تصل معانا لمرحله انها من عدم المقدره او الاوجاع ما مناسبه معها في حياتها اليوميه كلها بتنتقل لانها تكون متحركه ومرتاحه ومعتمده على نفسها.